زيارة تفقدية كسابقاتها أم عودة أخيرة لقيادة معركة إسقاط الانقلاب؟ الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس والواجهة العسكرية للسلطة الشرعية على أبواب صنعاء في زيارة أثارت الكثير من الأحاديث حول دلالاتها والمسارات التي ستأخذها معركة صنعاء المرتقبة. مصادر مقربة من الفريق الأحمر أكدت أن الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى مأرب ستكون طويلة ودائمة، وأنه سيشرف خلال تواجده في مأرب على العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة. لطالما ظهر الفريق علي محسن الأحمر في عدد من الجبهات العسكرية خلال الفترة الماضية، لكن ظهوره هذه المرة يبدو مختلفاً بالنظر إلى سياقات المعركة التي تقترب كل يوم من أسوار العاصمة المغلقة في وجهه منذ مغادرته قبل نحو عامين. محسن الذي يعد كثير مفتاح صنعاء وقيد معركتها من قبل أن تبدأ، يعود اليوم محملاً بالكثير من الوعود والتوقعات في سياق ما بات يعرف بمعركة الحسم أو المعركة الأخيرة في مواجهة ميليشيا الحوثي والمخلوع. نلتقي في كل المحافظات، نلتقي في تعز، نلتقي في ذمار، نلتقي في البيضة، نلتقي في شبوة، نلتقي في الحديدة، نلتقي في عدن، نلتقي في اليمن الاتحادية. لا تبدو مهمة محسن عسكرية في المقام الأول، بل إن أفضل ما يجيده الرجل هو كسب الولاءات، وهو ما تعول عليه السلطة الشرعية في تفكيك جبهة الانقلاب حول صنعاء من خلال استمالة قبائل الطوق المحيطة بالعاصمة، بما من شأنه تقليل كلفة استعادتها من أيدي الانقلابيين. وهو ما يبدو أنه قد بدأ فعلا مع انضمام عدد كبير من قوات المخلوع أو تلك التي بقيت على الحياد إلى الجيش الوطني مؤخرا، وأحاديث عن تواصل عدد من مشايخ المنطقة المحيطة بصنعاء مع السلطة الشرعية لإعلان تبرؤها من حلف الانقلابيين. تعطل المسار السياسي والتهام ما تبقى من فكرة الدولة من قبل الميليشيا في صنعاء التي قررت سرقة آخر المؤسسات الدستورية والمتمثلة بمجلس النواب المعطل منذ أكثر من 3 أعوام والمحكوم بالتوافق والمبادرة الخليجية، هو أمر يعزز من خيار العودة للعمل العسكري، وهو تكريس لفكرة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها.